mercy and the blessing of God be upon you. Hello everyone and welcome back to English with Miss Rawi. النهاردة هنتكلم على الحروف الصامتة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الحروف الصامتة من حرف ال A لحرف G. النهاردة هنتكلم من حرف H لحرف Z. Are you ready? I think so. So, let's go. هنبدأ بحرف H. حرف H. ال H لبعض الحالات. أول حالة WH وتاني حالة WHO. أول حالة WH تاني حالة WHO. هنبدأ بأول حالة لها WH. WH ال H لا تنطق. WH H لا تنطق. WH H لا تنطق. For example, what, why, when. What, why, when. What, why, when. WH H لا تنطق. قلنا WH ال H لا تنطق، لكن WHO ال H تنطق وال W لا تنطق. تاني WH H لا تنطق، لكن WHO ال H تنطق، لكن ال W لا تنطق. For example, who, whoever, whosome. Who, whoever, whosome. Who, whoever, whosome. الحالة الثالثة لحرف ال H إن ال H is also silent at the beginning of many other words. ال H بتبقى silent أو لا تنطق أو صامتة في بداية العديد من الكلمات. Like our, honest, owner. Our, honest, owner. Our, honest, owner. هنلاحظ ان حرف ال H silent لا ينطق. Remember, with an unvoiced H, you have to use the article an. معنى ذلك ان يجب ان تتذكر ان عندما نجد ان ال H صامتة لا تنطق فنستخدم مع هذه الكلمة أو مع هذه الصفة an وليس a. وان ال H صامتة فبيجي بعدها حرف ال O وال O vowel صوت متحرك والمتحرك بياخد an ما بياخدش a. فنقول مثلا an hour ما نقولش a hour. An hour, an hour. An honest man, an honest man. ولكن معظم الكلمات التي تبدأ بصوت ال H بتبقى voiced يعني بتبقى صوتها منطوق يعني ال H بتبقى منطوقة بنقول ها ها وبنستخدم معاه في الحالة دي الارتكل a. ارتكل a مثل a happy dog, a happy dog. A hare, a hare. أخيرا هننتقل لصوت ال K. حرف ال K من المعروف إن ال KN في بداية الكلمة K لا ينطق. KN في بداية الكلمة ال K لا ينطق. ومن الأمثلة المشهورة جدا هي كلمة سكينة knife. Knife, knife. ما نقولش knife. والمثال الآخر كلمة night, night. ودي كلمة دي معناها فارس مش معناها كلمة ليلة. ليلة من غير K. A night مش كنايت. Night. كلمة أخرى knowledge, knowledge, knowledge. لا معرفة ما اسمهاش knowledge اسمها knowledge, knowledge. السبب إيه؟ إن ال KN في بداية كلمة K لا ينطق. نيجي عند صوت أو حرف ال L. L. ال L ليه تلات حالات حلوة كده. ال L لا ينطق إذا جه في حاجة من ال أل أل. يبقى ال ال أل أل ال أل أل. لو لقينا ال أو أل أو أل لا ننطق ال L. يعني لو لقينا ال A L O L U L في معظم الكلمات لا ينطق ال L. مثال على A L زي كلمة calf. calf, calf اللي هو العجل أو جلد العجل. calf ما نقولش calf. calf. ال O L في كلمة yuck. yuck, yuck. yuck يعني صفار البيض. yuck ما نقولش yuck. ما نقولش yuck. UL زي كلمة should. should, should اللي معناها يجب أن. should أو ينبغي أن ما نقولش should اسمها should. should. صوت أو حرف ال N. من المشهور جدا إن ما نلاقي MN في نهاية الكلمة لا ننطق ال N. MN في نهاية الكلمة لا ننطق N. مثال autumn, autumn,
autumn, damn, damn, damn. صوت بي، بي. لما نلاقي تركيبة بي اس او بي تي او بي ان في بداية الكلمة لا ننطق البي. لما نلاقي بي اس بي تي بي ان في بداية الكلمة لا ننطق البي. مثال على البي اس كلمة psychology psychology psychology. البي تي مثل pterodactyl pterodactyl pterodactyl. بي ان زي كلمة نمونيا 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 اللي هو الالتهاب الرئوي، وترودكتور يعني ديناصور او نوع من انواع الديناصورات او الزواحف. بي لو بعدها اتش مباشرة بي اتش بتنطق زي الاف، بي اتش تعتبر اف زي كلمة elephant elephant elephant. كلمة تليفون تليفون تليفون. حرف الاس لو وجدنا اس ال في الكلمات الآتية لا ننطق الاس زي كلمة island island island. ما اسمهاش لا ايسلاند ولا ايزلاند ولا ايزلاند، اسمها island island. وكلمة isle isle isle. التي من الحروف المعقدة، حرف التي من الحروف المعقدة، ولكن لو لقينا كلمة فيها مقطع اس تي اي ان اس تي اي ان لا ننطق التي اس تي اي ان لا ننطق التي زي كلمة listen listen listen. وكلمة مايسن مايسن مايسن. الحالة الثانية لصوت التي هي لما تيجي في اس تي اي ال، المقطع اس تي اي ال في نهاية الكلمة لا ننطق التي، اس تي اي ال في نهاية الكلمة لا ننطق التي. فبص كده على الكلمتين دول، ما اسمهاش ويستل ما اسمهاش كاستل، اسمها ويسل 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 كاسل كاسل كاسل. الحالة الثالثة لصوت التي هي في الكلمات التي تشتق من اللغات الأخرى كاللغة الفرنسية، زي الكلمة المشهورة بالي بالي بالي. كلمة بيري 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 ما اسمهاش باليت ولا بيريت. حرف اليو لو وجدنا في بداية الكلمة جي يو في بداية الكلمة جي يو لا ننطق اليو، جي يو في بداية الكلمة لا ننطق اليو. مثل ايه؟ جس جس، ما نقولش جوس ولا جيوس، اسمها جس جس. كلمة جايد جايد جايد. حرف W في بداية الكلمة لو وجدنا WR لننطق ال W، WR لننطق ال W. أمثلة مشهورة زي كلمة wrong wrong wrong، ما نقولش wrong اسمها wrong. right right right. rap rap rap. الحالة الأخرى لصوت ال W اتكلمنا عنها بشكل غير مباشر مع حرف ال H. قلنا حرف W لو بعده H O لا ننطق ال W، W لو بعده H O في بداية الكلمة لا ننطق ال W. مثل هو هول هوسم. كلمتين لا يخضعان لقاعدة زي كلمة تو وسود، تو سود تو سود. بنلاحظ هنا ان حرف ال W لا ينطق. حرف ال X، حرف ال X لا ينطق في كلمة زي كلمة فو فو فو. دي كلمة أصلها كلمة فرنسية ومعناها باللغة العربية زائف أو مزور أو مستعار فو. آخر حرف معانا هو حرف الزد في كلمة زي رانديفو رانديفو رانديفو. الزد هنا لا ينطق، ودي كلمة فرنسية ومعناها باللغة العربية موعد أو ملتقى، خاصة موعد غرامي رانديفو رانديفو. وكده يكون انتهى الجزء الثاني والأخير من الحروف الصامتة باللغة الإنجليزية من الـ A للـ Z. لو فاتك الفيديو الأول تفضل شوفه في الفيديو السابق. مطلوب منك تكتب كل الكلمات اللي احنا خدناها في الفيديوهين وتحفظهم وتفهمهم كويس وتخليهم معاك كملاحظات تستعملها وتتمرن بعد كده انك تقرأ لوحدك. مطلوب منك تعمل كومنت أسفل الفيديو بالكلمات الجديدة عليك أو بالحاجات اللي انت استفدتها. وعايز منكم اقتراحات في الفيديو القادم نتكلم عن ايه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.